السلام عليكم، مساء الخير، اخباركم؟ كل شيء بخير وعلى خير. كي داز النهار؟ مزيان. مره اخرى رمضان كريم، مره اخرى ناكدوا ونقولوا الله يحفظ الباس، ان شاء الله يدوز هذا الوباء، ونتمنوا الشفاء لكل المصابين، ونترحموا على من فقدناهم في هذه الحرب المتواصله ضد الكورونا فيروس. أكيد كيف ما عودناكم يوميا، لقاءات مع عدد من لاعبي الموهوبين، لاعبين اللي متألقين وكينتظروا مستقبل كبير في كرة القدم الوطنية. من ضمن هاد اللاعبين اليوم عندنا جوج ديال اللعابة، عندنا في العشرة، وقسم إن شاء الله بإذن الله بعد لحظات غينضمنا السي زكريا فاتي، لاعب نادي يوسفية برشيد، ومن بعد منها في الساعة 11 إن شاء الله غيكون معنا سي محمد المرابط، نجم لوسيس أولمبيك أسافي. سي زكريا فاتي اللي غادي ننتقلوا عنده، غادي يكون معنا إن شاء الله مستقبلا عدد كبير من اللاعبين المتألقين في البطولة الوطنية. سي زكريا، مساء الخير، السلام عليكم. أش أخبارك؟ كدير اخويا؟ بخير خويا سفيان، كي داير أخويا العزيز؟ الحمد لله. كدير انت؟ بخير الله يبارك فيك. كده انت كده مع رمضان. الله يحفظك. مرحبا بمتتبعين ديال اليوسف ديال سفيان خويا، مرحبا بهم. هادو المتتبعين ديالك اخويا، ما عندي حتى واحد. شكرا دريويش اخويا، انت هو الخير. تبارك الله، انتم هما لي ستار، وهذا انا ضيف عندكم اخويا. الله يكبر بيك، الله يحفظك يا خويا. العائله اكثر ما بيك ينضر. يا سفيان، بيك الله يلا بيك. الله الله يحفظك اخويا يحفظك. العزيز، الله يحفظك. كده العائله شو بخير؟ الحمد لله، والله الا كل شيء بخير، الله يكبر بيك. راك الحمد كازا لله. ولا لا، في برشيد، انا مريح في برشيد. برشيد؟ مزيان، والله الا مزيان. مريح في المعرفة برشيد. ديال برشيد ولا اون فامي في برشيد ولا بوحدك؟ لا، في برشيد. انا ذاك العام كنت كندير لا نافيت، ولكن دابا ريحت، صافي استقريت دابا في برشيد. تزوجتي ولا مازال؟ زواج، انا عندي جوج وليدات اصاحبي. والله والله والله، مبروك يا سيدي، مبروك مبروك. شحال في عمرها؟ الا سي سفيان اصاحبي، ما فراسكش. والله يبقى. الله يعينك، انا كنقول مازال. مرحبا سي سفيان، مرحبا. شحال في عمرهم؟ والدري عنده 3 سنين، والدري عنده عام. وانت شحال في عمرك تبارك الله؟ انا في عمري 27 عام ان شاء الله. تزوجت يا خويا في وقت مزيان. الوقت اللي كان كيشجعني يا اسيدي ربي ونتايا. لا 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 لا، انا خويا شوف، ما انا كندير خدمتي يا خويا، ما كاين لا شيء على هذا اخويا، والله العظيم الكفاءات ديالك والمهمه ديالك اخويا، الله المهمه ديالك يحفظك، اللي خلاتك عزيز، والتربيه ديالك الله يحفظك، الله يرحم الوالدين، الله يخليك. الحمد الله لله يحفظك. كي غادي لونترينمون في هذا الكونفينمون هذا؟ مزيان اخويا، كل شيء بخير. كنترينيو زعما باغ، راك عارف ديال الزوم، كاع الفرق كيتعلموا بالزوم. مي انا عندي نقدر نخرج نتريني على برا، كنخرج نتريني وحنا واحد جوج دراري جوج لعابه، كنخرج نتريني على برا مره مره، وكتحاول تبقى في اللياقه البدنيه ديالك كيف ما كنتي، فهمتي؟ ولا غادي الى رجعنا غادي يكون بنادم اي تصيد، وغيكون فهمتي سي ترو طار. ديما اون كونتاكت مع لونترينور؟ ديما يوميا كنهضروا في واتساب، دايرين جروب في واتساب، اه كل مره كنلوحوا الفيديوهات ديالنا، فهمتي؟ كل ديال مره كنلوحوا الفيديوهات ديالنا في الواتساب، عاد باش لونطريمون كلها مع بريباراتور فيزيك، تحيه ليه، كنترينو بالزوم. دابا بيناتنا الحاج بيض متبع معكم ولا لا؟ الحاج البيضي، اش غنقول لك؟ الحاج البيضي والله ما نكذب عليك، متبع داك الشيء. ماشي هو اللي تيدوي معانا الصراحه، حيت المعمر هضر معانا، ولكن لونترينور وزعما الكوميتي وداك الشيء ديما تيهضروا معانا، وشهادات الله. مزيان والله، لا مزيان. هذاك السيد باسيوني، هذاك البريزيدون عندكم، والله لا باسيوني، قريب من عزاه، البلدان. شوف عزاه لي الكره، والله العظيم برافو ليه، والله لا برافو ليه، شابو. تحية لي ماما. زكريا فاتي، الناس ربما اللي كيلتحقوا بينا شويه بشويه بغي يعرفوا شكون هو زكريا فاتي. بعد البديه ديالك كنعرف على انه انتم عائله ديال الفوتسال، عاودنا شويه على البديه ديالك، كيفاش كانت بعدا في الكوره في هذاك النهار الاولاني فكرتي تلعب فيه الكوره؟ انا الوالد ديالي ما كانش باغيني نلعب الكره، فهمتي؟ انا الوالد ديالي كيدير ابار خدمته، كيدير استاذ ديال قواعد الجويد، فهمتي؟ في القران، مزيان مزيان، تبارك الله تبارك الله ما شاء فهمتي؟ الله. كان باغينا نحفظوا القران في الصغر،
كنت كنقرا في الجامع وما كانش ما كنتش كنلعب كوره يعني، ما كنتش من داخل حتى شي مدرسه فهمتي، كنلعبها في الزنقه تخبيه عليه، كنت كنلعبها في الزنقه تخبيه عليه، ما كانت ديك اللعبه ديال السيني ما كايناش ما عندوش هو فهمتي. صافي من بعد قال لنا واش بغيتو تقراو ولا بغيتو تلعبوا كوره، ديك الساعه شافنا صافي صممنا صافي، ما كاينش دار معنا جميع الحلول كيف ما الله يسمح لنا من الوالدين، خدمنا معاه في خدمته، دار واحد الابار خدمته، دار لينا محل ديالنا زعما باش نخدموا فيه، حتى واحد ما جلس ليه لا انا لا عبد اللطيف خويا، عبد اللطيف محل خويا ديال اش؟ ديال التور، تور نور اوا فهمتي، عبد اللطيف خويا جلس معاه، ضرب معاه واحد 3 سنين، انا ما كنتش كنتشد الصراحه، انا كنت خدام في القريعه، وفي نفس الوقت كنت كنتريني خبيه، كنت كنتريني في واحد الفرقه سميتها الوحده، ديك الساعه حتى ولات عندي بلاتي. شوف 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 زكريا، سير معايا وحده بوحده. شنو هو كنتي كتبيع في القريعه بعد هذه الاولانيه؟ انا نقول لك اسيدي كنت كنبيع اسيدي، كنت كنت خدام في القريعه، كنت كنبيع ونشري، كنت كنديباني فهمتي، ما كنتش كنقول لوالدي يعطيني بالعربيه، كنت انا لا كنت كنشم الوالده اللي كانت غدا الحمام، كنت كنشم هذيك الوالده غدا الحمام، نمشي نخلص الحمام نمشي، المهم فلوس ديما في جيبي ما كاينش المشكل فهمتي، كنت خدام في قريعه، كنت كنبيع مع كنت كنبيع الملحه، كنت كنهز مع الناس القفه فهمتي، في نفس الوقت كنت كنلعب في نفس الوقت كنت كنتريني فهمتي، مهم برافو برافو فهمتي، مهم برافو. فهمتي، والله 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 ما كذب عليك ربي شاهد على هذه الهضره، كنت كنبيع القفه، كنت كنبيع الميكا، كنت كنهز مع الناس، كنت كنبيع الملحه، وكنت كنهز الفاخر في العيد الاعياد الكبار، راه ولاد دربنا راه برافو. عارفين هذا الشيء فهمتي، من بعد كنت كنتريني في نفس الوقت، من بعد شافني واحد السيد سميتو قابل تحيه ليه، عنده طابله عنده فراشه في قريعه، شافني وقال لي تخدم معايا، كيعرف الوالد ديالي، قال لي تخدم معايا، خدمت معاه، ضربت معاه شغنقول نقول لك، ضربت معاه شي 3 سنين، ولا السيد كيشيق فيا بزاف، وليت انا اللي كندير كل شيء اقسم بالله، ولا هو غير مريح في الدار كنجيب لي انا كل شيء، كنجيب لي الفلوس، كنجيب ليه كل شيء، ديك الساعه باقي صغير انا شويه، ولكن ود السلطان يعني عارف اشنو كاين في السوق، صافي درست فهمتي، درست صافي وانت من ولد بعد درب السلطان، ولد درب السلطان بيور. بير زياده وخلوق في درب السلطان، مزيود في الدار، مزيود حتى في السبيطار مزيود حتى فينا كارتي؟ فينا كارتي في درب السلطان؟ فينا درب الزنقة؟ السلطان، درب السادني، درب السادني درب السادني. تبارك الله. درب السادني، درب السادني، تحيه لولاد دربنا، لولاد درب السادني، من بعد من بعد كيف ما قلت لك بقيت كنبيع ونشري وكنتريني، كنبيع ونشري وكنتريني، واحد النهار هو يجي عندي واحد السيد كاين في القريعه، كاين في القريعه معانا، شاد جنيور، اول تخيل معايا اول مره غنسيني، اول مره غنسيني جنيور، ما كاينش مدرسه يعني، ها الزنقه فهمتي، ها الزنقه كنتخبى، وسيني تكوني سنارية خويا الكبير يوسف، سنارية غتخبيها من الوالي، سنارية جي 5 الو. فهمتي، سيناريو جي 5 والله ما نكذب عليك، سيناريو جي 5، من بعد خويا كان كيخدم مع الوالد، ومشى لا سينيسيس الميني فوت، داني معاه كنت كنلعب الكرون فوت والميني فوت في نفس الوقت، مشيت هذاك العام مشيت باراج مع الوحده، فريق الوحده اللي كاين في درب ميلا تقدر تعرفه، مشيت باراج معاه ومشيت مزيان الحمد لله، كنت غادي مزيان والحمد لله، ماركيش بيوتا، واخا اول عام ليا ذاك العام انا باقي عندي حق في ليسبوار وسنيور، تسنيرت واخا باقي لا جونيور، تسنيرت وليت سنيور الحمد غادي لله. شوف 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 عندك هذا لو تيرم ديال تصنيرت بيرفكتو. شوف هذا غيتقيد، شوف هذا غيتقيد بسميتك في لي كومونتير ديال الماتش، غتولي تسمع ديما تشد الكره هي تصنيرات عند زكريا. تحية ليك اخويا، زيد سيدي زيد. ها من بعد صافي بقيت كنلعب كي قلت لك الميني فوت والبرون فوت، بقيت كنلعبهم بجوج في نفس الوقت، مسيني جي 5 جي 5 صافي، من بعد ملي لعبنا الباراج كان واحد المدرب سميتو خالد ديال اليوسفية، يوسفية اولمبيك ليوسفية، وشو تعرف الأولمبيك؟ اليوسفية ديال اليوسفية ولا اليوسفية ديال لا الدار البيضاء؟ اولمبيك ليوسفية كاينه حدا بنقرير، ديال اليوسفية يعني مدينة اليوسفية، أولمبيك اليوسفية. اولمبيك ليوسفية، شافني مدرب هضر مع واحد الدري كان قريب لينا شويه في الفرقه سميتو نوري، قال لي زعما راني بغيت داك الدري مشي دوز، قال لي واش مشي دوز تيست،
مشيت دوز تيست زيد ساكي، مشيت قبل اصلا ما نمشي ليوسفيه كنت كنتجلوق، يعني كنت كنسمع تيست هنا كنمشي، كنسمع تيست هنا كنمشي، كنسمع تيست هنا كنمشي، فين مشيتي؟ بلاتي فين مشيتي هاد التست الاولى اللي درتي؟ فين درتيهم؟ مشيت فين مشيت؟ مشيت مشيت الاحياء. اول حاجه اول حاجه درت هي الاحياء، مشيت الراجا، مشيت الوداد، درت تيست في كاع الفروق ديال كازا، درت فيهم تيست. انت وكانت واحد من تقبل؟ خداك لا كانت تقبل، اخدوك. ولكن الوالد ما كيبغينيش نلعب الكوره. انا فسنيش في الوحده، فسنيش في الوحده، سنيت غير فرقه في الصغيره، دونك كنت سنيت في فرقه كبيره، كنت غايعرف الوالد غايعرف. انا سنيت في فرقه صغيره، المهم كنت كنتيستي، وتيستي حتى في الفتح، تيستي حتى في الفتح، فتح تيستي فيها. انا واحد الدري دابا راه نجم، دابا ديال ديك الفرقه، نجم ديال ديك الفرقه. بجوجنا ما تشديناش، بجوجنا بلاتي 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 بلاتي، لا ما شكون هو؟ نسميش، ما لا فاعيب اخويا، ما لا لا فاعيب، نجم ديك الفرقه لا لا. مشي دار معاك شوف تيس، شكون هو؟ انا، شوف انا نسمي لك راسي، انا نسمي لك راسي، انا مشيت دوزت في الفتح وما تشديتش. كان جمال سلامي، وكان سمير يعيش، ما كانش جمال سلامي ديك الساعه، كان سمير يعيش هو اللي كان، ما كانش ديك الساعه، كان سمير يعيش. وكنت دوزت تيست وعجبتهم وكنت مزيان، وفي الاخر في الاخر قالوا لي سيرت نعيط لك، حسيت بالشمجه. وجاتني عادي، حيت اصلا ديجا ندوز لي تيست بزاف، وراك عارف الدومين اللي كنتي باغي توصل خاصك دير بزاف المحاولات، ما خصكش تجلس، بيان سور. فهمتي؟ خصك تقلب على راسك، ما يمكنش انت كواري وغتسنى منها تجي لعندك، ما يمكنش شوف هكا. شوف معلم معلم، شوف كاينين بزاف ديال القناصه في لي كومونتير. قبل اشمن ما يضرب السادني قال لي يضرب السادني، واحد قال لي انه في الزرغوني، قال لي انا والدرب ما عارفه الشم اللي كانوا غاديين. لا لا لا، اقسم بي. اسمع، كاين واحد الدري راه غيعرفوه الدراري، والدرب لعفو، وكان والدرب شنو؟ والدرب لعفو، راه الدراري ديال والدرب لعفو. سلطان غيعرفوه. هو والدرب كبير، وفي درب سلطان، ولعب حتى في الراجا، كان نجم في الراجا، كان نجم في الراجا. اخويا كيشوف درتي الكلمات المتقاطعه، دابا خصني نمشي نوطي هذا الشيء وندير لونكيت ديالي وقلب على هذا. شكون لا مشى مع غادي، زكريا شوف فاتي؟ شوف، مشى مع الفتح دابا عملاتي. شوف غادي هو نصيفط لك، غادي نصيفط لك في الواتساب، غنقول لك اليوم بالليل، غنقول لك شكون هو هذاك تنطبق اسمع على هذه الشروط هذه. اسمع، دابا والله، دابا هو دابا والله ما كذب عليك، ولا دابا كيلعب سيليكسيون، الحمد لله الله يسهل عليه. حتى انا الحمد لله كنشجعه، حتى هو ديما كيشجعني، احنا ديما متبعين بعضياتنا. وكان هو جابني معاه من الفتح، كنت ما بجوجنا ما تشديناش، وجابني بواه انا وياه، وبقى لي بين عيني وحق الله. وكان قال لي سمير يعيش، كان قال لي واحد الكلمه، كان قال لي شوف انت كواري خصك شويه تحك، خصك شويه تمشي تلعب في الهوات وداك الشيء. خديت بالنصيحه ديالو هي، فاش مشيت لليوسفيه، اولمبيك اليوسفيه، بلاتي فهمتي؟ بلاتي، شو واحد شو واحد شنو كيقول لي؟ نعم اخويا سفيان سعدان لا سير، لا ماشي لا لا، سفيان سعدان، لا قال لكم سير اسيدي كمل سفيان زيد وقيل، اسيدي. سفيان صاحبي، ولكن ماشي ولد درب السلطان، اسمح. المرجو من هذا اللعاب اللي ولد درب العفو في الدرب الكبير يتقدم لهذه ليميسيون هذه باش يدير شهادة حق مع زكريا فاتي نقول لك انا لياكد في على انه اليوتيوب، اللي مشى معاه. يقدر يكون هو ما باغيش يعرف، مي انا ما عنديش مشكل. انا هذا شوف، انا فهمتي، انا كدير. المهم من بعد قلت لك، فاش سمعت الهضره ديال سمير يعيش، ومشيت للاولمبيك اليوسفيه، الحمد لله دوزت فيها عام ونص، دوزت فيها عام طوب، دوزت فيها عام طوب. من بعد بغاوني بني من الله، شو سبحان الله الرزق، بغاو واحد الدري اخر كيلعب في ليزيل، وربي شاهد، بغاو واحد الدري، داك الدري كان موعد، ويقول لي شوف لو بغيتي تمشي دوز تيست في رجاء بني من الله، راه باغي نقيلي بحالك، خصني نمشي انا. شو داك الشيء اللي دوز، يعني يقول لي سير خصني نمشي، سير لهنا خصني نمشي، الرزق، انت فهمتي؟ ساكي شوف، انت ساكي فوق كتافي تاريخ ولا عيط لي في التليفون؟ تاريخ. مرحبا انا معك. والده والواليد عرفوني الحمد لله كابابل، ما كاينش، ما كيخافوش عليا، كنقول لهم شوف راه غنمشي لهنا، كيقول لك سير قضي، فهمتي؟ الحمد لله. من بعد مشيت لبني ملال، دوزت تيست، تقبلت. كان ديك الساعه الاشهادي، تقبلت، ولكن كان مشكل هو كنت مشيت في شهر 12، وما يمكنش لي ديك الساعه نسني مع بني ملال، خصني نسني يا بري كونترا يا يشريوا لي الكونترا، خصني جوج كونترات. هذيك الضربه ديال بني ملال سيف ذو حدين، نقدر نقول لك تصيدت فيها ودوزت فيها، يعني تعرفات ديك
هذيك زكريا فاتي ولا كيعرفني المدربين ولا كيعرفوني لعابه ولا ما كيعرفونيش الناس، ولكن كيعرفوني اللي في الدومين، فهمتي؟ من بعد كان خصني نرجع نكمل نص العام مع نص العام الاخر مع اليوسفية، حيت ما يمكنش ليا نمشي. داكشي اللي درت، رجعت هضرت مع دوك الناس ديال اليوسفية، قال لك شوف ما يمكنش لينا نمشي وحنا لاعبين على الطلوع، غنزيدوك شوية وتبقى. صافي ما فيها باس، نزيد شوية ونكمل العام، وتا هما ما تمنوا ما الخير. داكشي اللي كان دوزت معاهم ديك العويم، داك من عام ونص كملت معاهم عام ونص. سال العام مشيت لبني ملال، لقيت الاشهابي ما كاينش. قلت الاشهابي ما كاينش، كان ديك الساعه نجاح، كان نجاح اسمه النجاح. نجاح هذاك السيد، استفدنا منه صراحه التجربه اللي كان خدم من بزاف الفرق، استفدنا منه ومشيت معاه مزيان، لعبت معاه عام مزيان، لعبت معاه كان هو اول كان هذاك ربما اول محترف مغربي في نادي العين الاماراتي سي نجاح. ايه تحيه ليه، استفدنا معاه بزاف وخديت معاه، فهمتش؟ بحكم انا ما كنتش مكون، فهمتش؟ يعني ما عنديش مدرسه، كان خصني بزاف. شنو من الاسباب اللي لقيت فيهم مشكل هو الفيزيك ديالي، فهمتش؟ يعني داك السيد عاوني بزاف في الفيزيك ديالي، وحتى تما بني ملال كان عندهم واحد الجبار، وداك الشيء كنا كنترينيو عاوني بزاف. من بعد مشى هو، جا منير جعواني تحيه ليه، جات هو كملت معاه العام. داك النص العام اقسم بالله كانت بغاتني الرجاء والوداد، هذاك النص العام كنت ريحت مع الوداد انا ويحيى جبر، يحيى جبر عبد الناصر الله، ريحت معاهم، ريحنا معاهم منير جعواني، يحيى كان سينا بري كونترا مع الوداد، وانا قال لي الناصري ديك الساعه، يلا يلا ناصري شد 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 الوداد، قال لي ناصري، قال لي زعما دوز باقي صغير غدوز شويه مع الفرقه ديالك. كان باقي لي عامين، عامين ونص ديك الساعه، لعبت غير 6 شهور مع بني ملال. هي هذيك صافي، لعبت معاهم ديك 6 شهور، بغاتني الوداد والرجاء، ريحت مع الوداد. الوداد قالوا لي زعما راك باقي شويه، باقي صغير، خصك مازال بزاف الحوايج. حيا جبران سبحان الله سينا، وعاود ريزيلا راه في راسك وقيله، عاود ريزيلا ومن بعد عاوتاني هو رجع الحمد لله. انا كنت صافي مشيت بلاصتي، جابوا اوناجم صافي، ما بقاش ديك الساعه، صافي ما بقاوش دلو معايا الوداد من ديك الساعه. هي هذيك من بعد كانت بقى ليا، كملت معاهم العام، كان جا الاشهابي، طراو شي مشاكل الفرقه، اضطريت نمشي بحالي. كانت بقى ليا عام ونص، بحكم كانوا باغيني فراقي وما مشيتش، صافي تما كعيت، ما بقيتش كنتريني، ما بقيتش كن كعارف العقليه ديال الواحد باقي صغير وكيقلب، بغاتك الوداد، بغاتك الرجاء، بغاتك هادي، ما بقيتش كنلعب، ما بقيت صافي دماغي ما بقاش مع الكوره. صافي كاين الناس كنت بحال الجواني، الله يرحم لي الوالدين، كان كيهضر معايا الوالد ديالي، الناس اللي قراب مني كانوا كيهضروا معايا عاده، باش قلت لهم انا والو بني ملان ما نرجعش نلعب فيها. من بعد جا محمد مديحي اللي تعاون معايا باش ناخذ زعما ورقيه ونمشي للخنيفره. خنيفره الحمد لله مشيت معاهم، سنيت معاهم عام ونص، لعبت معاهم 6 شهور ديال الدوزيام ديفيزيون، طلعت معاهم الحمد لله، دوزت معاهم هذيك الوقيته ديال الطوب. من بعد ديك 6 شهور طلعت معاهم بروميير ديفيزيون، لعبت معاهم داكشي اللي قسم الله، لعبت معاهم شي 26 ماتش الحمد لله. من بعد جاتني كونترا مزيانه ديال البركان، البركان اللي كنت تنيت فيها 3 سنين، 3 سنين وما كنقولش ما ناجحاش، ولكن الحمد لله عرفت ناس، فهمتي؟ عرفت ناس، عرفت لعابه، تعرفت على الكره، هي هذه انت راك عارف كل شيء، تعرفت على بزاف، واخا ما لعبتش بزاف فيها، ولكن الحمد لله هذه هي الكره، فهمتي؟ انت عرفتي بحال اش زكريا فاتي دابا ملي كتعاود ديها، بحال ديك الحليب ملي كتحطو فوق البوطه وكيبقى كيبقى 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 بقيتي بشويه 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 حتى فرتي صافي اخترتي. اليوم فين اخترتي تبارك الله، لربما في المساله اللي مهمه اللي خصو يعرفوها الناس، هذه الشهاده ديالي انا كمعلق رياضي ولا كصحفي، تبارك الله عليك مربي، لانه الاساس ديال الكره لما كنتيش مربي ما عمرك ما توصل الحمد لله. مربي. واليوم عرفت السبب، يعني ولد استاذ ديال اصول تجويد القران،
ما يمكن له الا يكون مربي، واحد اللي ضرب تماره في صغره وضرب الكره فيه في صغره الحمد لله. وباع وشرى باش يعاون والديه ما يمدش يديه. وهذا هنا فين بانت هذيك الترجليد ديالك في الكره، لان كنشوف اليوم مع يوسفية برشيد كتلعب راجل يعني رقيقي كويري وتبارك الله، فهمتي؟ طالون طالون اكسبسيون. هذاك الصبر، الصبر هذاك الشيء كامل، التجارب ربما علمتك واحد القضيه اللي مهمه بزاف هي الصبر، ولا لا؟ الحمد لله صح. كان من بعد تلاقيش مع سامير يعيش في خنيفرة، لعبش معاه وبوطهير. شوف بوطهير عاوني بزاف في خنيفرة، حيت هو اللي كان جابني من بني ملال وعاوني بزاف، تحية ليه. من بعد مشى هو جا سامير يعيش. سامير يعيش كنت قلت ليه، كنت عاودت ليه، قلت ليه ما عقلتيش عليا، انا هو اللي كنت جيت عندك الفتح، قلت ليه كنت باقي صغير، كنت جيت عندك الفتح وهضرتي معايا، قلت ليه شوف راه خصك بزاف. تخيل معايا دابا سمير يعيش ولا كيعتمد علي، فاش كنت في خنيفرة كان كيعتمد عليا لواحد الدرجة اللي لعبت معاه تقريبا، لعبت معاه شي ست لي بوست. اها يعني ما كاينش شي لعاب ما كاينش مشكل، راه كاين فاشل، فهمتي؟ كيجي كيهضر معايا وسط السيمانة كيقول لي فوالا راه هاد السيمانة راه ما كاينش فلان، راه بغيتك تلعب لي هنا. كنقول ليه ما كاينش مشكل، كاين هنا ما كاينش مشكل، فين ما المهم انا خصني نلعب. برافو. هادشي ليك والحمد لله. انا كاس والله الا سيس ما عمرني لعبت مع سمير يعيش في خنيفرة بروميان ديفيزيون، ما كيناش هادي. ويعني الهيئه ديالي ما كتحتمش باش نلعب سيس. يلا يلا سعيد فتاح اللي واقيلا بحالي. لا لا لا، شوف انت واقف على الصح، واش فهمتي ولا لا؟ رقيقي ولكن ماشي، فهمتي هذيك البنيه ديالك، البنيه الجسديه ديالك ديال اللعب، واقف على الصح. كتريني، كدير ان افور، كتبان على انك كدير ان افور، الحمد وخصك لله تزيد دير ان افور دو بلوس، يعني فهمتي؟ الحمد فهاد لله. الراجل ولا وخايس فيها الحمد لله، ولا الناس متابعيني، ولا عليا لا بريسيون، فهمتي؟ خصني ضروري نتريني باش نكون مزيان، خصني نعس مزيان باش نكون مزيان، ولات عليا فهمتي، ولا عليا لا بريسيون الصراحه. شي حوايج ما كنتش كنديرهم وليت كنديرهم دابا. انا ما كنتش كنعس، انا راه كان عندي الماتش ومن نعس 4 الصباح وندخل نلعب معاك ماتش، ما عنديش مشكل. ودابا تعلمتي على أنه كان هذا خطأ. اي مع من تعلمت، وقسما بالله العلي العظيم انا تعلمت. يلا تعلمت دابا، يلا دابا واحد فاش تعيطت لي السيليكسيونه تما فين تعلمت هادشي انا ولا قسما فهمتي؟ لا، هذاك لي جيان دو في، هذاك الجوار مع الحسين. بروفيسيونيل خصو صراحه مع يرد السي باله شويه لي جيان دو في ديالو. ده مع السي الحسين صراحه، السي حسين عموشه تعلمت معاه بزاف الحوايج صراحه. الله والله تعلمت معاه بزاف الحوايج اللي عاونوني في حياتي. يعني ملي اليوم كنت كنسحب راسي انا كندير شي حاجه، راه انا واعر ولا انا واو، ولكن انا راك ديك الساعه كنخربق. شوف، برافو برافو بفاتي فاتي الحمد لله. العائله ديال الكويريا. عبد اللطيف خوك كتعرف العلاقه ديالي به، وتبارك الله بدوك اللعبه ديال ليكيب ناسيونال اللي كانت عندي الفرصه، لان مشيت معاهم لكولومبيا في لاكوب دي موند في كولومبيا. عبد اللطيف، وانت كيف ما قلت لك انتم عائله ديال الفوتسال، علاش عائله ديال الفوتسال؟ وشنا هي العلاقه اللي تربطكم بالفوتسال؟ من انت لعبد اللطيف، عاودنا شويه على عبد اللطيف. عبد اللطيف علاش ماشي بحالك؟ حتى هو مشاش فوتا اونز واختار انه يمشي فوتسال. عبد الطيف اللي ما كيعرفش بنادم، الناس اللي ما كيعرفوش هذا الشيء، هو احسن مني. يعني هو كروين احسن مني، فهمتي؟ غير كي دابا انا نهضر لك على هذه النقطه اللي قلتي انت، غير الارزاق وصافي. وشحال من واحد كنشوفه كيقول الكره غزهر، لا راك غالط، الكره ما ماشي زهر. الكره نقدر نقولوا ارزاق، ربي كيفرق الرزق على كل واحد قبل ما تزال، كيقول لك الرزق ديالك، يكتب لك الرزق ديالك، يكتب لك كل شيء. دونك انت خصك تامن بهذا الشيء، خصك تامن بسيدي ربي، هو اللي دار لك هذا الشيء، هو اللي كتب لك باش تكون انت هكا، فهمتي؟ داك الشيء علاش انا ملي كيضرني خاطري، ملي كيهضر شي واحد ما كيلعبش كوره هو كواري، فهمتي؟ وكيبغي يبرد على راسه، كيقول لك راه الكوره زهر. لا راه ماشي زهر، الكوره خصك تخرج تقلب على راسك. ربي قال لك خدم عبدي وانا نعينك، فهمتي؟ الكوره خصك تخرج تقلب على، ماشي انت. انا عارف والله اذا شوف درب سلطان، اقسم بالله ما عرفتش انت واش كتعرف هذه البلاصه ولا لا. درب سلطان كله كويريه، كله شو كله علماء، كل شيء. تقدر تلقى نجار عالم ديال الكوره، تقدر تلقى خضار عالم ديال الكوره، خير سفيان اقسم بالله. ولكن كاينين دراري شباب بحالي قديت قريبا،
ولكن كيتسناو ديك اللعبه ديال تجي عندهم، تيجي عندهم مدرب ولا تجي عندهم شي لجنه ويختاروه، ولا ما كيبغيش يصاكو ويخرج، فهمتي؟ حدو خصو يقول راه الكره زهار، ولا فهمتي؟ انا كنصح اي واحد قدي ولا خرج قلب على راسك، قلب تصيد، هادشي اللي بيان كاين، سور. خرج قلب على راسك، ربي غيسهل عليك. عبد أنا الطيب لا خويا، أتفق. ارجع لخويا عبد الطيب، عبد الطيب خويا ان شاء الله غادي تشوفوا العام الجاي، ان شاء الله تشوفوا في الجراوند فوت ان شاء الله. شاف عمرو عبد اللطيف طبعا عبد الطيب كبر مني بعامين. أكبر منك بعامين، اه عنده دي زوبجيكتيف دابا، ما تنساش على أنه العام الجاي ما يقدرش يكون في الجرون فوت، لأنه كأس العالم ديال الفوتسال غتكون العام الجاي. هو ما كذبش عليك، هو جا اوفر قبل من كاس افريقيا، ولكن فضل زعما يلعب بكاس افريقيا عاد باش يسين. تشاور مع الناس، تشاور مع شي مدربين، وقالوا ليه مزيان هذا الشيء اللي باغي دير، وداك الشيء اللي دار، وفيها مصلحه، فهمتي؟ فيها مصلحه. اشوف اللي فيها الخير، يلا فهمتي اللي فيها الخير الله يسر اللي فيها، لانه عبد اللطيف كنعرف على انه كويري ديال بصح، مع بزاف ديال اللعبه ديال المنتخب ديال الفوتسال. كيف ما قلت لك لا كوب دي موند ديال الفوتسال مع الكورونا الفيروس ما تكونش هذا العام، هذا اجلوها حتى العام المجيء. واحد الديتاي اللي مهم بزاف، لانه خلال هاد لي زانترفيو هادو كنعرف كنحاول نتقرب شويه من الشخصيه ديالكم. اللي عرفت اليوم فاتي هو انه هذوك لي ديشي اللي ما حيدتيهمش في صغرك ديال الكره، اللي ما كانش عندك فورماسيون صحيحه، هي اللي خلاتك تبين هذوك لي كاليتي ديال كاملين، تختار تولي لعاب متكامل حتى لهذا السن ديال 26 27 سنه، 26 26 ياك أيوة سيدي، 27 سنه. كيف موقع عبد الصمد الماركي، كيف موقع بزاف ديال الكواريين في البطوله، واش كتكونفيرم هذه الهضره ولا لا؟ انا خايس فير، باقي ما وصلتش داك الشيء اللي باغي نوصل ليه، عشان عندي واحد الطموح في دماغي، باقي ما وصلت حتى شي حاجه من داك الشيء كامل دابا اللي انا وصلت ليه، فهمتي؟ باقي عندي بزاف الحوايج في دماغي باغي نوصل ليهم، برافو برافو. فهمتي؟ باقي ما وصلتش، انا باقي يلا كنتعلم، يلا حسيت براسي كنتكون، يلا حسيت، حيت عمري كامل ما كنتش مكون، كنت كنلعب في الزناقي بحالي بحال الدراري، بحالي بحال اي واحد، كنت كنلعب في الزنقشه، ولات عندي 16 عام عاد باش نلعب في الكوره، عاد باش حسيت براسي كنلعب الكوره. ومني وليت كنلعب الكوره مع ناس مسينيا، كنقول راني ما يعني انا ماشي كوير، يعني خصني نجتهد بزاف باش نفوت هاد الناس، باش نولي بحالهم، باش من اول حاجه هي الفيزيك ديالك. انت كتشد دابا الدراري، انا كنت كنشد الدراري في الدرب، كنت كنقلبهم بحال الدراري الصغار، كبار هذوك، الدراري كبار. مني لعبت مع الناس مسينية، كن وليت كنقول انا راه ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، فهمتي؟ برافو برافو برافو. الانسان شوف يواصل الاجتهاد، الانسان لحدك مازال ما لعبتيش في اف سي برشلونه، نقول له مازال ما درت والو مثلا، غير باقي ما اكزومبل درنا حتى مثلا. شي حاجه. شوف، فهمت، الانسان كل نهار يحط رجليه للارض ويخدم، خدم لو سيريو. مازال والله خاص فير، مازال ما درت حتى شي حاجه، مازال كنطمح بزاف الحوايج، وان شاء الله ان شاء الله، لا مع هذه الفرقه، لا مع شي فرقه اخرى، مازال انا شخصيا كنطمح بزاف الحوايج. فاتي واحد ولد درب السلطان، طبيعي في درب السلطان انه نسبه كبيره رجويين، وانت بزاف الناس كيقولوا على انك عندك علاقه كبيره بالوداد. ملي كنت صغير شنو كنتي؟ لا ما تقولش لي ما عارفش اخي صفي. اخويا دوي انا ما عارفش، انا كنسول. شوف انا جالس في الدارات، شوف لابس التيشيرت ديالي فيه النعاس، جالس كندوي مع صاحبي، كنشوف كنديو نجيب معاك في الهضره. قول لي يا اخويا انا ما عارف والو اي تا عارف كل شيء اخي صفي. يا اخويا. شوف والو اخويا، انا والو، انا ادري واش اخويا. قول لي شوف، انا قلتها وكنعاود نقول، انا بحالي بحال اي واحد، بحالك انت اخي سفيان، بحال اي واحد في هذا العالم منتمي لشي فرقه. عادي، مسألة وانا عادية دي. قلت لك قبل ما نلعب الكره، راه لعبت الكره تاع عندي 16 عام، يعني ديك قبل ديك 16 عام ولا حتى دابا، كنت كنشجع، يعني كنت كنخرج كنمشي للتيران، كنت كندي بلاصه، كنت ما خليت فين مشيت. وبيان سيغ راه الناس عارفين هذا الشيء، راه كنت خرجت بواحد الانترفيو، قلت بلي انا راه ودادي، وبحال ودادي، بحال راجي، انا خويا رجاوي ماشي عبد اللطيف، عبد اللطيف ودادي، بحال اسمح لي اخو عبد اللطيف، قلت لسي سفيان وقلت لعباد الله اسمح لي، هادشي ما عندنا ندير، اسمع شيري، عندي واحد خويا رجاوي متعصب،
فاش كتكون لا فاش كتكون لاعب الرجاء ولا كنولي فهمتي كنطلع عليه كنفرقع عليه فهمتي عادي حتى هو ملي كتكون لاعب الوداد كيطلع عليا ما كاينش المشكل كنشدوا شوف 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 بعضياتنا هاد المسألة، ما كاينش شوف زكريا خويا، شي المسألة ديال الانتماء، غير اللي حمق واللي ما كيفهمش، اللي ما عنده سلام علاقة بالكرة، هو اللي غيجي يقول لك علاش قلتي أي واحد فينا عنده انتماء ديالو. سلام شوف، عليكم. ما كاينش شي ولد المرة في الدنيا ما عندوش انتماء، غير شتي هي، شوف غير هي واحد المسألة اللي كنحترمك عليها، أنك اليوم كتلعب ليوسفية برشيد، كتحط ذاك القليب ديالك مع يوسفية برشيد، كتلعب الكرة ديالك بروفيسيونيل. انا نعاود لك واحد نعاود لك واحد البلان طرا لي هذا العام، اقسم بالله ما عمرني قلت لشي واحد من غير الدراري اللي معايا في الفرقه ومولين الدار ها قبل ما نلعبوا مع الوداد في دونور فاش خسرنا بثلاثة لواحد اها قبل الماتش، قبل الماتش الوداد هذيك السيمانه كامله الدراري كيقولوا لي شوف هما عارفين الدراري الوداد هذيك السيمانه كيقول لي انا ماركيتي ما تحتفلش، كنقول لهم انا والله ما نحتفل شكون هما وانا ما لعبتش فيها فهمتي. اه من بعد من بعد جا الماتش، جا اه الماتش يسر يا الله طلعت ضربت برا ضربتها بالراس ماركيز ها اقسم بالله العلي العظيم اخي سفيان بلا ما نحس، شوف بلا ما نحس هزيت يديا، شوف بلا ما نحس داك الشيء بدون شعور. برافو برافو اخويا، برافو. وشوف دابا انا قبل الماتش اقسم بالله قبل الماتش كنت كنقول للدراري حتى والله تنحتفل حتى والله وانت شكون هما حتى والله وتمارك البيت تمارك البيت اقسم بالله جاو الدراري كيسبوا فيا يقولوا لي حتى هادي، قلت لهم الدراري والله ما شعرت والله داك الشيء راه داك الشيء من الداخل. عرفتي يا زكريا، واحد الكومنتار ديال واحد السيد، عرفتي اه شنو قال؟ اشنو قال لي يا سفيان نعرفك راجل، قول لي الانتماء ديالك. انت سفيان قال لي شوف نعرفك راجل. خويا انا راه كل سيمانه كل نهار كنقول الانتماء ديالي وما كنخبيه على حتى شي واحد. انا خريب قال كيف ما قال لكم انا خريبيه ودخل. دابا سؤال، دابا بغيت نفهم واحد المساله. واش واحد علي ولد خريبكه، ولد خريبكه تزاد ها في خريبكه، كبر في خريبكه، قرا في خريبكه، وغادي تجي تقول له سي نورمال لوسيكا، ولكن كيف ما قال لك زكريا، ملي كتكون بروفيسيونيل هي ملي كتكون كدير الخدمه ديالك كتكون سيدي ومولاي. ما عندكش دابا اليوم شنو اللي مخلي هاد اللعابه كاملين راه كتشوفوهم، هاد لي بروفيل كاملين اللي دازوا معايا هاد السيمانه، يلا بديت هاد السيمانه، شنو اللي كيخليهم انه كيجيو كيهضروا معايا؟ كنعيط في التليفون ما كاينش واحد كيقول لي لا، حتى اللي قال لي لا كيكون كيحشم، هو داك الاحترام. ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل نهائيا، وهاد المساله ما خصهاش تبقى تخلق حرج الناس نهائيا. تفضل بزكريا. فهمت لا هذا الشيء ديال الانتماء وهذه ما خص حتى شي واحد يتقلق منه، حيت حتى شي واحد ما تيختار يكون رجاوي ولا ودادي ولا جيش الملكي ولا خليبقة ولا حسنية ولا طنجة، حتى واحد ما تيختار تيخرج تيتزاد تيعيش بالمجتمع اللي هو فيه تيكبر تيحل عينيه في شي فرقة صافي تيولي برافو. هكا. ما كاينش زعما راك كتعقل وغتقول لا انا رجاوي ولا ودادي، راه عندك العقل باش تقول لا ما كيكونش عندك العقل داك الشيء. زكريا جو بونس مشات له الكونيكسيون، غادي نتسناوه غيعاود ان شاء الله. زكريا كتسمعني دابا؟ كتسمعني؟ كان جاتك ابل. هذا شوف، هذا اللي عيطت لك دابا اون بلان ديريكت، دخلوه في بلاك ليست وصيفط لي السميه ديالو. لا با زكريا، يوسفية برشيد هاد لا سيزون درتي سيزون مزيانه، وبقى عاقل هذاك البيوت اللي ماركيتي كونتر لي فارم. شخصيا نقول لك على انه من احسن البيوت اللي علقت عليهم هاد لا سيزون، لانه حتى حنايا لي كومونتاتور نهضر على راسي، اللي ما كانش ماتش كبير وما كانوش بيوت واعرين كنوليو كنبانو حامضي لعباد الله. حنا اصلا كاين اللي كنبانو لعباد الله، اللي كيقول كل واحد كيقول المساله ديال الاضواء، كاين اللي كيبغيك كاين اللي ما كيبغيكش، ولكن ملي كيكونوا بيوت بحال اللي ماركيتي كونتر لي فارم كيعاون هادشي بزاف الكومونتاتور. درتي سيزون مزيانه دابا مع يوسف برشيد، ومازال لا سيزون ماشيه. الحمد لله عاودنا شويه على يوسفية برشيد اللي قدمت لي صراحة قدمت لي شي حاجة في حياتي دي كبيرة عاونتني بزاف بحكم سعيد صديقي الله يجازيه بخير كان ذاك العام
خرج داك فاتي اللي باغيين يعرفوا الناس وديك الكوره وديك المتعه، جبل اليوسفيه فهمتي، جبل هاد الناس، والشهاده ديال الجامع فهمتي، الشهاده ديال اي واحد يوسفيه برشيد داك العام ولا هاد العام كتقدم مستويات كبيره وكتربح زعما الفرق الكبار د المغرب فهمتي، ما ماشي نقولوا فرق الكبار د المغرب، ولكن على الاقل كتبان لك الكوره كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك فهمتي، كتبان لك راه كاينه شي كوره ما عندش الفرق الاخرين فهمتي. والحمد لله جبدوا مني داك اللاعب اللي كان موهوب في الصغر ديالو، اللي وليت مع الفرق الاخرين كنت بحال اللي قلتي، غير دير هذه خصك ديرها، دير هذه خصك ديرها فهمتي، اذا ما درتيهاش ما غتلعبش. ماشي شوف دخل بدا لعب خرج داك الشيء اللي عندك، احنا هنا باش نتمتعوا، باش الناس تتمتع، باش حنا نتمتعوا، والمتعه راه غيجي معاها الربح بيان سور، غتكون معاها الربح، راه البارسا كتمتع عباد الله بيان سور. وكتربح، هادشي اللي يهمك. زكريا فاتي، واحد السؤال كيسولوني بزاف الناس، دارت الهضره بزاف انه عندك اوفر ديال الوداد، كاين هاد الاوفر ولا انا عارف كتقول لي لا لاجون ديالي مازال ما ديسيديش مازال هذا، ولكن راه هما اللي كيسولوا، انا ما قلت والو اخويا. انت واعر، انت واعر، انت خطير. انا ما قلت والو اخويا، انا هز الجهات ما عارف والو، انا كيعاودوا ليا وكنت كنعاود لك. منك اليوم اخويا، شوف منك اليوم هما اللي كيسولوا. ان شاء الله ان شاء الله. لكن اوفر، لكن اوفر كان اوفر في شهر 12، كنت قريب بزاف باش نكون مع الوداد وما كتبش، وكاينه دابا الهضره فهمتي، كاينه الهضره بنادم كيهضر، ومن هنا ل 10 ايام ان شاء الله من ورا العيد غنقول الفرقه اللي غنسني فيها ان شاء الله. شي بابا شي شحال مزيان هذاك، هذيك ديال حصري، عرفتي دابا شنو يديروا بهذه المساله هذه، بزاف ديال الاخوان في لي باج وفي الـ في الـ في لي سيت وهذا، حصري لاول مره والله فاتي قريب من الوداد مزيان، والله لا لا فاتي. لا لا، انا ما كنقولش الوداد، والله والله انا بلاشي، انا ما كنقولش الوداد، فسر اخويا، شوف خذ راحتك، شوف تقدر عندك الحق تقول اللي تقدر بغيتي. شوف تقدر تكون الوداد، تقدر تكون فرقة أخرى، كاين جوج فرقي أنا قريب ليهم بزاف، تقدر تكون هادي ولا هادي. دابا شوف، دابا شوف، دابا انا غنردك، دابا انا اللي غنقول شي، انت واعر، انت مالان، تري انتيليجون، علاش شعلتي العافيه دابا غتخلي هاد لاجون هذا ديال هذا، ده لا اللي لا لا غينيغوسي من هنا لا، وده اللي شوف غينيغوسي من هنا. لا لا، اسمع عندي، اسمع، كاين اجو واحد هو اللي خدام على المسألة، ياك تحية ليه، هو اللي خدام على المسألة، انا ما عرفتش فهمتي، انا ما عرفتش، انا قلبي كيميل لواحد الفريق، ولكن هذه الخدمة هذا الدومين فهمتي، الخدمة ديال الدومين، وانا قلت في واحد الانترفيو ديجا، قلت انا ودادي، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بلي انا غنسني في الوداد، انا قلتها ما عرفتش سمعتيها اخي سفير ولا لا، مي حتى المشاهد يفهم وحتى الجمهور بغيتو يفهم، انا ودادي، حتى وداد ديالي ما كيحيد ليا حتى شي واحد، ولكن ما كيعنيش هادشي بلي انا غنسني في الوداد، راه مجبور عليا نسني في دابا الوداد. شوف 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 بلاتي بلاتي، الله يخليك، شوف شوف دابا انت غاتمشي فين ما بغيت تمشي، غاتمشي فين ما بغيت تمشي، ولكن غنسيني معاك واحد الكونترا قدام هاد الناس هادو، كونترا اكسكلوزيف، اول خبر غادي تعطيه، شوف اول خبر غاتعطيه. وقيلا داك لاجون وقيلا كاين هنايا، تحية لخويا محمد، تحية ليك خويا، ما عرفتش واش هو ولا لا، مي تحية ليك. محمد شنو؟ محمد شنو؟ المهم قرا تما اخي سفيان، واش بغيتي قلبوا يهزموا لي، عليه؟ شوف شوف واش بغيتي قلبوا لي، يهزموا عليه؟ قلبوا لي على هاد لاجون اللي كاين هنايا دابا في هاد لي كومونتير، الله يخليكم. ولكن شوف شوف الله يخليك، لانفو الاولانيه ان شاء الله باذن الله، الله يكمل لك بالخير، ان غتهز شاء التليفون الله، غتقول لي اخويا سفيان انا مشيت بلاصه في الفلانيه ان شاء الله. صافي. شوف انا باقي مع يوسف ليش برشي، دابا شوف وحنا شوف شوف حنا شوف صمت. اسمعني واسمعني يا سفيان، حنا زيد زيد تفاهمنا في شهر 12، كنت غنمشي في شهر 12 وبقيت مع اليوسفيه، حيت الرئيس عزيز عليا فهمتي، بريزيدون عزيز عليا، وبقيت معاه حيت دوا معايا بيني وبينه راجل مع راجل، وكان واحد الاتفاق بيناتنا، يعني هادشي ما كيعنيش بلي انا ما بغيتش نبقى في اليوسفيه، غير الرزق فهمتي، غير الرزق، وباش حتى الجمهور ديال يوسفيه برشيد يفهم هادشي فهمتي، غير الرزق، بنادم راه كله ورزقه، حنا لعبت في كاع، لعبت في 6 فرق مغربيه،
وكاملين كدوز فيهم مرحلة وكتمشي شراء عادي، فهمتي؟ برافو اخويا. شوف الانسان، شوف هذا الشيء في الوضوح، انت ما كديرش شي حاجه في الظلمه، انت معروف عليك على انك مونجاجي مع اليوسفيه، كملت البطوله، راك غادي تكمل البطوله مع اليوسفيه بالنيفو اللي كنتي فيه قبل، وغتعطي داك الشيء لليوسفيه. داكشي اللي كاين. بقيتي، شوف بقيتي مشيتي، هذيك مساله كتعلق بالجيستيون دو كارير ديال اللاعب، مساله عاديه جدا. بزاف ديال اللعابه قبل ما تكمل لا سيزون كيقول انني صافي راه غادي نمشي في فان سيزون، وبغيت ان شاء الله نكمل هاد لا سيزون كوم الفو. راه زياش مشى لتشيلسي، كانت باقي ما سالاتش، كانت مازال ما كايناش كورونا فيروس، كان مازال ما كاين والو، صافي سينا الكونترا ديالو، وقال لهم انا نكمل لا سيزون ديالي مع اجاكس. هذه مساله عاديه، ما كاينش الانسان لا شي يتقلق منها ولا شي يدير منها يخرج منها بوليميك ولا شي حاجه، ما كاينلاش. حسمنا في هذه النقطه دي. دابا النقطه الاخرانيه ديال المنتخب المحلي مع حسين عموته، واش عندك هذاك الحلم ديال اي لاعب؟ واش كتشوف راسك قادر على انك واحد النهار تاخذ بلاصتك ماشي غير في ليكيب لوكال، في ليكيب ناسيونال اخر؟ خويا سفيان، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الوالدية والناس اللي قراب مني وصحابي اللي في الفرقة اللي عاونوني بزاف. الدراري اللي معايا في الفرقة كيستاهلوا كتر كتر وكتر صراحة، حيت كل شيء كاع اللي هزيتيه وحطيتيه في شي فرقة أخرى أوروبية يلعب دابا. والدليل على هادشي اللي كنقول هو راه والله ما نكذب عليك أخي سفيان، الدليل على هادشي اللي كنقول وكاينين فراقي حاليا مشاركين في، يعني كاينين عندنا تبارك الله واحد 4 فراقي ولا 5 فراقي مشاركين في دوريات افريقيه، وكنظن كنبانوا بحالنا بحالهم، فهمتي؟ كيبانوا الدراري تبارك الله بحالنا بحالهم. يعني انا كنبغي نشكرهم من هذا المنبر ديالك اخويا سفيان، حيت هما كون ما كانوش هما ما غاديش يعاونوا هاد الدري، كون ما كنتش انا ما نعاونش الاخر، وكون ما كانش الاخر ما يعاونش الاخر، حنا كنتعاونوا مع بعضياتنا. وهذا الشيء هذا ما خصناش ندرقوه، خصنا نقولوه باش الناس تعرفوا انا هكا ماشي بوحدي، ولا انا ستار ولا هذاك ستار، ولا ماشي بوحدي، راه كاينين الناس وراه، كاين مدرب، كاين بريباراتور فيزيك، لا توعتي، كاين سوانيور، كاين بزاف من الناس. الحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر، يعني كنشكر يوسفيش برشيد، مكونات يوسفيش برشيد اللي خلاتني عيط لي حسين عموته نظهر بهذا المستوى، وعيط لي حسين السي حسين عموته. من هذه من جهه، من جهه اخرى اي لاعب كيطمح باش يحمل القميص الوطني الاول، يعني الاول والثاني، فهمتي؟ وكي قلت لك في الاول انا باقي ما وصلتش لك الشيء اللي باغي نوصل ليه، يعني الا خدم شي دماغك انا باغي نوصل لفوق ان شاء الله ونزيد نطور المستوى ديالي، يعني بحكم انا كنعتبر راسي دابا باقي ما وصلت لك حتى شي حاجه، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين. اسيدي اش نقول لك؟ نقول لك الله يكمل عليك بالخير، الله يكمل عليك شكرا بالخير، شكرا التوفيق في المسار ديالك ديما يا اخي. شوف كيف ما عرفتك النهار الاولاني، بغيت نعرفك داكشي ديما اللي شوف شوف احترم اي واحد كيدور في لونتوراج ديالك، خدم وخلي. شوف شوف زكريا، خلي ديما الناس هما اللي يهضروا عليك، خلي ديما الناس اللي يهضروا عليك، انت باش غتهضر غتهضر بكورتك، الخرجات ديالك يكونوا مضبوطين، احترام الناس كاملين، بعد على داكشي البوليميك. بزاف ديال الناس كيقلبوا على، بزاف الناس الله يهديهم كيقلبوا على البوز من خلالكم، كيقلبوا على الليفي من خلالكم. الانسان يكون ضابط المسائل ديالو، يعرف مع من كيهضر، ماشي كتهضر معايا انا ولا هضر مع اي واحد، انسان عاقل، انسان ضابط اموره، ما عندوش سوء نيه، هضر معاه تحاور معاه. الكوميونيكاسيون مهمه، التواصل مهم بزاف في الكارير ديالك. الله يكمل عليك بالخير، كنت سعيد اليوم على انني نهضر معك الله في يحفظك هذا اخي، المستوى ديال النضج اخي العزيز. حتى انا وحق الله العلي العظيم كان لي الشرف نكون معك اخي سفيان، والله شرف لي اخي العزيز. سلم على عبد اللطيف بزاف، مبلغ اخويا مبلغ، سلم على الوالدين، وسلم على الوليدات الله يصلحهم لك اخويا، تحية ليك اخويا، ومازال يكون تواصل، مازال غادي نرجع عندك. الله يحفظكم، مبروك عليكم هذا الشهر، مبروك عليك ان شاء الله العيد مسبقا. الله يحفظك بزكريا، الله يحفظك خويا، الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا تحية بزاف، شكرا بزاف، ميرسي بوكو خويا. نذكركم دابا شويه غيكون معنا سي محمد مرابط، اللاعب ديال اولمبيك اسفي اللي غيلتحق بنا بعد اقل من 4 ساعات من الان. محمد مرابط حتى هو اللي بزاف ديال الحوايج كدور على فين غيمشي، فين غادي يجي. كنحاول نقربكم الجديد ديال الانديه في هذا الكونفينمون. تحياتي لكم كاملين، كنت سعيد على انني نكون معكم في هذا اللايف، مازال دوزيام ميتون مع سي محمد مرابط كيف ما قلت لكم، بعد اقل من 4 ساعه من دابا. تحياتي، الله يعاونكم.